بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يشرفني أن أعلن إلى أحباب الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عن ختم تلاوة القرآن الكريم برواية حفص لسيدي الدكالي العالم سيدي وشيخي مقرئ ديار ليبيا الشيخ الدكالي العالم وبمساندة ومراقبة فضيلة الشيخ إبراهيم كشيدان حفظهم الله. نسأل المولى عز وجل أن يكون في ميزان حسنات الجميع. وأعطي الكلمة لشيخي الأستاذ الفاضل الشيخ دكالي العالم فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للمؤمنين. وبعد إخوتي وأخواتي أهلي وأبناءنا الأعزاء في بلادنا الحبيبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في هذه المناسبة المباركة وهي ختم تسجيل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر. وبعد حمد الله وتوفيقه وأحيي في هذه المناسبة المباركة من كان له الدور الكبير ومن كان له الفضل في الترتيبات لهذه الختمة المباركة، وهو أخي وصديقي معالي السفير الحاج أو الدكتور العارف النائض الذي اقترح علي هذه الفكرة، بل وألح علي وأصر على ألا أرجع إلى بلدي حتى أقوم بهذا العمل. وكما تعلمون تسجيل ختمة كاملة وتحتاج إلى إمكانيات صوتية وإلى إعداد نفسي، وأيضا تحتاج إلى أمور فنية، ولكن بتوفيق الله وأيضا من الأمور التي يسرها الله عز وجل ووفقنا الله عز وجل أن يسر لنا من كان بجانبنا وكان معنا وشاركنا في هذه الختمة المباركة إن شاء الله، التي ندعو الله عز وجل أن ينفع بها المؤمنين والمستمعين في كل مكان، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا دائما لخدمة كتابه. ساعدني وكان معي أحد أبناء ليبيا الحبيبة، أبناء ليبيا من أهل القرآن الذين اختارهم واصطفاهم وخصهم الله لخدمة كتابه ولحفظ كتابه، فهو من الشباب الذين مروا بعدة مراحل من تجارب الاختبارات القرآنية، من الشباب الذين شاركوا في المسابقات المحلية والدولية واللي تحصلوا على ترتيبات متقدمة، ومن الذين فازوا بالتراتيب الأولى، وهو الشيخ والدكتور إبراهيم كشيدان. هذا الرجل المجاهد والمكافح لخدمة كتاب الله عاش مع القرآن وتعلم القرآن وناضل من أجل القرآن وعلم بالقرآن وواصل تعليمه، وهو الآن يؤدي رسالته في بلد الإمارات الشقيقة والمضيافة، وهو يواصل هذه الرسالة، ومن حظنا أن كان معنا وهو يواصل معنا هذه الختمة من أولها إلى آخرها
بالمراقبة والإشراف والتصحيح فجزاه الله عنا وعن القرآن خير الجزاء فبارك الله فيه وأحييكم إخوتي وأتمنى وأتوسل ببركة القرآن وختم القرآن أن نرى بلدنا كما كان من أهل القرآن وزهرة القرآن ونور القرآن وفي مقدمة الأمم التي تحمل كتاب الله وتعمل من أجل حفظ وخدمة كتاب الله عز وجل. نأمل أن نلتقي في بلادنا وأن نتواصل معا لخدمة كتاب الله ولبناء أمتنا وبناء بلدنا على هدي الله وتوجيهات كتاب الله بالمحبة بالتعاون بالصفح بالمودة بالأخوة بكل ما أمرنا الله عز وجل به في هذا الكتاب. نتمنى لكم التوفيق ولا أريد الإطالة وأشكر مرة ثانية الأخ زميلي وصديقي الدكتور النايض كما لا يفوتني أن أحيي الجالية والعاملين بالسفارة في دبي وأيضا في أبو ظبي على مساندتهم وتأييدهم وتشجيعهم وعلى الحفاوة البالغة التي حظينا بها من قبلهم. وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على أن الليبيين وأبناء ليبيا على مختلف شرائحهم وفي مختلف تخصصاتهم أنهم محبون لكتاب الله وأنهم يعيشون مع كتاب الله وأن نور القرآن في صدورهم وفي قلوبهم أينما حلوا وحيثما وجدوا. نسأل الله أن يتمم علينا النعمة ويزيدنا محبة لهذا الكتاب وأن يوفقنا للعمل بهذا الكتاب. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ إبراهيم. الله أكبر والله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها للحظة سعيدة وفرصة طيبة بأن أكون بصحبة أستاذي وشيخي الشيخ الدكالي العالم، وهذا من فضل الله علينا أن تكرمنا وأن كرمنا بصحبته بحضور ختم القرآن الكريم والمتابعة والإشراف على هذه الختمة المباركة التي هي برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله تعالى. فكانت أياما سعيدة وأياما مباركة وأياما طيبة، كانت تحفنا ملائكة الرحمن ونحن على مائدة القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ويسعدني أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الختمة الطيبة، والله أسأل أن تكون في ميزان حسناتنا وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر سعادة السفير الشيخ الدكتور عارف النايض على جهده وعلى مثابرته وعلى مراقبته وعلى متابعته لهذه الختمة الطيبة، كما أشكر الجالية الليبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجعلنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متآلفين متحابين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونورد حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي وشيخي المقرئ الأستاذ الدكالي العالم والأستاذ الدكتور إبراهيم كشيدان على هذه الكلمات الطيبة، وشكر موصول لكم جميعا على الحضور، وخاصة إلى كل من ساند وساهم في إتمام هذه الختمة والحمد لله على أكمل حال، وخاصة فني استوديو جمال في مدينة دبي، وأيضا مؤسسة كلام للبحوث والإعلام، وخاصة مدير هذه المؤسسة الأستاذ
سهيل نخودة وزملائه في المؤسسة لكل الترتيبات التي قاموا بها. نشكركم جميعا ونسأل الله المولى عز وجل أن يجعل هذا القرآن هدى ورحمة لنا جميعا، وخاصة في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى الرحمات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اجعلنا يا ربي من المتراحمين فيك يا الله، المتحابين فيك. اللهم ارحم ليبيا يا ربي وجميع بلاد المسلمين برحماتك العامة التامة الشاملة الظاهرة الباطنة يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي يا الله ألهمنا جميعا الصواب، ورطب قلوبنا يا ربي على بعضنا البعض، وهيئ يا ربي لنا أسباب السكينة والطمأنينة والأمن والأمان في ليبيا الحبيبة يا الله وجميع بلاد المسلمين، وأنت يا ربي على ذلك قدير، فقد رحمتنا بأن جعلتنا من المسلمين، فارحمنا يا ربي بالسكينة والطمأنينة والأمن والأمان يا رب العالمين، واجعلها يا ربي أيام سرور ونور لنا جميعا. اللهم يا ربي اغفر وارحم لشهدائنا وشهداء المسلمين جميعا يا الله يا ربي يا الله يا الله. آمين آمين. ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين يعني. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.